رقم تي في. حقق هاتف جالاكسي جي 5 وجي 7 نجاحا ملحوظا العام الماضي، الأمر الذي شجع سامسونج لإصدار نسخة مطورة من كلا الهاتفين، دعونا نطلق عليها نسخة 2016. سنتحدث في هذا التقرير عن جالاكسي جي 5 والتقرير القادم عن جي 7، الهاتف الذي يعمل بنظام أندرويد لوليبوب مناسب لمن يبحث عن هاتف بمواصفات متوسطة وسعر اقتصادي. لو نظرت إلى الهاتف فلن تجد صعوبة لتعرف أنه من إنتاج سامسونج، فبصمة الشركة واضحة في التصميم من خلال الواجهة، وفي أعلى ظهر الهاتف ستجد الكاميرا وعلى جانبيها الفلاش والسماعات الخارجية كما الحال مع النسخة السابقة. الهاتف يدعم تركيبة شريحتي اتصال ومزود بمستشعر بصمة مدمج في الزر الرئيسي، بالتالي يدعم خدمة الدفع الإلكتروني من سامسونج بتقنية NFC. جي 5 2016 مصنوع من هيكل معدني دائري الحواف بوزن 159 جرام وبسماكة 8.1 ملم، الشاشة مقاسها 5.2 انش من نوع سوبر أموليد بدقة HD، تشغل مساحة 70.7% من الهاتف بكثافة 282 بكسل. أما من الداخل يأتي بمعالج رباعي نواة من نوع سناب دراجون 410 بسرعة 1.2 جيجاهيرتز ومعالج رسوميات من نوع أدرينو 306 مع رام 2 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 16 جيجا بايت، تدعم تركيبة ذاكرة خارجية حتى 128 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجا بكسل مع عدسة بفتحة 1.9 مع فلاش LED مزدوج وتدعم خاصية التركيز التلقائي. أما الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.9 مع فلاش مزدوج أيضا. البطارية قابلة للإزالة بسعر 3100 ملي أمبير. الألوان المتوفرة على موقع سامسونج الفضي، الذهبي والوردي. وكالعادة سيكون الهاتف بالبداية متوفرا للشراء في الصين في إبريل 2016 ولاحقا في بقية دول العالم. ولم تتحدث سامسونج عن السعر، لكن من المتوقع أن يكون أقل من 300 دولار. كان هذا استعراضا سريعا لهاتف جي 5 2016. شارك التقرير ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.